السلام عليكم. الوغ اليوم غنمشيو للسوق انسكا اللي كيعد ثاني اكبر سوق في المغرب واول سوق في الجنوب اللي هو كيصدر الجنوب تقريبا كامل المدن الجنوب منهم العيون الداخله طنطان الكبيره فيه بالتقسيط وبالجمله. الوغ حنا غنمشيو اليوم للبلاصه ديال الالكترو غتمشيو معايا باش تعرفوا اشنو غناخذ من تماك. يلا احنا وصلنا السوق. الوغ حنا دابا في السوق البلدي اليوم ما فيه غندخلو فيه باش نعرفوا اشنو بغينا ناخذ منه. كل شيء فيه بالجمله او بالتقسيط. الوغ اي حاجه تقدروا تلقاوها فيه فين ما مشيتو. يلا نكون عندهم. الوغ انا جيت هنا باش ناخذ شي حاجه خاصاني. ما عرفتش اشنو خاصني بالضبط. ما خاصني بزاف الحوايج غتعرفوا دابا. الوغ هادو هما المشتريات ديالي اليوم. كناخذ من عند هاد السيد كلشي. اثمنه جد مناسبه وبثمن الجملة. الوغ عوض انني ناخذ من الانترنت. انا كيعجبني نمشي ناخذ حاجه نجربها نتستيها ونشوف كيف دايره واش خدامه مزيان. الوغ هادو هما الشريط ديالي انبوكسين نشوفوه من بعد. ابا هانا رجعت لكم ثاني. هنا كاين الكساريه الوغ هي كتحل لي مال اسبوع كامله من غير نهار الجمعه. الوغ كتكون ساده. كاين القساريات هنايا وراها هو السوق ديال الالكترو اللي مشينا ليه قبيلات. الوغ دابا غادي ندخلو غنتقلو لسوق ثلاث. الوغ سوق ثلاث كيتحل سيمانة كاملة من غير يوم الأربعاء. الوغ هذا هو سوق ثلاث ندخلو ليه على بركة الله. وهادي من الفوق ديال السوق. الوغ من الفوق ديال السوق ثلاث كتطل على محطة ديال الطاكسيات اللي هنا. الوغ هاد المحطة كتدي لأكادير والنواحي إنسكان والنواحي بطبيعة الحال كتدي لجميع المدن القرابين في
بحال تاودانت تيزنيت ايميتانوت مراكش صويره كاملين كيعرفو الناس من هنا. الوغ وحدها كاينه المحطه ديال كيران هنا هذا الخنز. الوغ كاين الباب ديالها هنا. واخيرا انا في الدار. الوغ جيت دابا باش نحط لكم كاع لي بياس لي 20 قبيله. غادي نحط لكم الاثمنه ديال كل بياسه. ابا ها الاولى ودابا غنحلو كل حاجه بوحدها باش نحطو الاثمنه ديالتها على بركه الله. الوغ انا حليتهم دابا كل حاجه كنت محتاجاها بزاف باش ناخذها. كنت كنلقى مشكله باش انني نتعامل مع باي حاجه اخرى من غير هادي. الوغ خليت سوري بلوتوث حيت كنت كنعاني بزاف مع لي كيت والخيط ديالهم بجوجهم اللي كيتخلطوا ليا مع البيسي. الوغ خديت طابيه مع هاد لابون هنا الوساده ديالتها. الوغ مريحه بزاف للكف ديال اليد. عندها هاد التويشيه هنايا باش كتلصق. الوغ هادي السيبور تقدري الا كنتي خدامه في البيسي مثلا تحطي فيه التليفون وتخدمي. الوغ سمحوا لي حيت كنتحرك بزاف حيت هزا التليفون في يديا وتنخدم. الوغ هادي كتحرك كتلصق هنا او هنا. هذا مايك. الوغ هاد مايك خديتو غير للتليفون الا كنت مثلا خارجه برا كان تليفون بعيد عليا وكان صداع او شي حاجه هكا. الوغ الثمن ديالو ناقص لانني جربت واحد اغلى منه في الثمن وتستيتهم بجوج ولقيت بلي هذا احسن رغم ان لاخور فيه الخيط متراج ديالو طويل هذا فيه 2 متر مي او موان هذا الكاليتي ديالتو جاتني حسن من في الصوت حسن من لاخور بزاف. الوغ هذا سيفور ديال تقدري ديري فيها رينغ لايت او ديري فيها كاميرا مثلا. ها هو عندها سيبور عندها ديال التليفون مثلا او كتلصقي فيها رينغ لايت او كاميرا مثلا. خفيفه من الالومنيوم الثمن ديالها ما غاليش بزاف. غنحط لكم الاثمنه بطبيعه الحال. الوغ عندها هاد لاسباس هكا مثلا الا كنتي في زنقه هادو راه كيطلعوا ليها فيها 1.70 متر في الطول ديالها وكتطلع من هنا. غنحلها مازال كتطلع من هنا مازال غنحلها وغنوريها لكم. الوغ ملي غنركبها غنوريها لكم. رينغ لايت عندي مشكل ديال الاضاءه اللي الناس كاملين بريسك كاملين كيعانيو منه بريسك كاملين كيعانيو منه لان الاولى ملي كنبغي نصور شي برودوي او شي حاجه عندي في الدار كنلقى مشكله بزاف كبيره. الوغ كنحاول نستعمل اي اضاءه عندي في الدار باش تطول ليا. حاولت ناخذ رينغ لايت تكون كاليتي مزيانه تكون فيها الضوء مزيان الضوء ديالها كيتزاد كيتنقص فيها ثلاثه الانواع ديال الضوء. غنجربوها بطبيعه الحال وغنرجع لكم على بركه الله. الوغ هنا رجعت لكم من بعد ما ركبت الرينغ لايت ركبتها في السيبور. الوغ التركيب ديالها شويه معكس من هنا او معقد. الناس اللي ما كيعرفوش او اول مره غيصيبوا هذا الشيء. هذه هي السيبور اللي خديت للتليفون. الوغ انا جاتني براتيك جربتها. الوغ كتشد التليفون مزيان كتشيكسا كيطوالو ليها رجلين كيقصرو ليها. انا كنقولها لكم كاينه بلايصه خاص في اكادير يعني السوق ديال الجمله. الوغ هادي كتجمع ليها يديها كيقصرو ليها يديها. او مثلا كانت شي فيديو في زنقه او شي حاجه بحال هكا. الوغ تقدري هادي تقلبيها تحطيها هنا مثلا خديتها. الوغ سوري بلوتوث باقي ما درتش ليها العجله. الوغ
جست ندير لها حجره هنا. سوري خيطه 75 درهم. انا هاد الطابي انا خيطها 20 درهم وكات نورمال ب 18 درهم العاديين، وكاين اللي 15 كاين اللي 12. الوغ انا اختاريت هادي حيت مقدار الصحة وفيها هاد لابوم كيف قلت لكم. الوغ هاد المايك، الوغ هاد المايك لقيت ديال 280، لقيت ديال 400، لقيت ديال 500، لقيت ديال 600، وانت طالع هذا خديتو 120 درهم. دابا نتمنى تكونوا انكم كتسمعوني احسن، حيت كنت خدامه بالمايك ديال التليفون. الوغ الكاسك باقي خاصو يتشارجا ونجربو ونرجع لكم. الوغ خديتو ب 130 درهم. رينغ لايت، انا يا رينغ لايت كيتباع معاها واحد سبورت اخر ماشي هو هذا. الوغ انا ما طولتهاش وان ميم طون ما طولتهاش من هنايا حيت انا بغيت تطويكم قريب. الوغ هادي كطوال مازال بحال هكا. الوغ سبور انا خديتو 150 درهم سيباري على رينغ لايت. كيف الومنيوم يعني ماشي حديد غير كون ثقيل. هادي رينغ لايت. الوغ رينغ لايت من بعد ما قديتها سيبتها الوغ الضو ديالها انا ما جهدتوش، هذا لكم دابا كيتجهد، هذا هو الجهد ديالو. انا نقصو حسب الطاقة ديالكم نتوما، هذا هو ومازال غادي ناقصها. الرينغ لايت خديتها ب 140 درهم. الوغ رينغ لايت كتركب سوا تاخذوا لها لافيش ديال الضو، سوا تاخذوا ديروها مع البيسي ديالكم، سوا شوفوا نتوما. الباور بانك ما تصلحش، انا جربتها مع الباور بانك. الناس مثلا اللي كيصوروا في برا وهذا خاصكم شي باور بانك اللي يكون مزيان. كيف ديما ما سخيتش بكم، ولكن هنا فين سال الفلوغ ديالنا. ان شاء الله نتلاقاو في فلوغ جديد، جربوا حاجه جديده، وكيف العاده ما تنساوش تخليو ليا لايك وتشتركوا في القناه ديالي. شكرا لكم، تهلاو في ريوسكم، وان شاء الله نتلاقاو في فلوغ جديد. السلام عليكم.